نيهاو عليكم. فيديو اليوم حريقة. فيديو اليوم كوزما تكس يا جماعة. وفيديو اليوم يا اخوان دكتور روشيل. تذكروا هذا الاسم كويس، هذا اسم اليوم في الصين عامل ضجة. ومسجل في 95 بلد، تذكروا في 95 بلد. ناس كتير اليوم محتارة شو بدها تبيع على الانترنت. ابيع كوزماتيكس، ابيع بيوتي، ابيع تويز، ابيع مش عارف شو ابيع. انا اليوم بحكي لكم من الصين، بيعوا دكتور روشيل. تشكيله طبعا اصناف، يعني في برودكتس. طبعا انا بس جايب هيك شويه عينات عشان بس اورجيكم اياهم، تمام؟ اشي للانف، اشي فيس للوجه، اشي شو اسمه ببيض يعني مناطق معينه ما بنقدر نذكر خصوصيه اليوتيوب. وهذا بصراحه الاختراع عجبني، صابونه بريحه البرتقال. يا حبيبي الصين صارت ريحتها برتقال. شوف يا اخوان، هذا البراند دكتور روشيل لاخ وصديق لنا اردني عربي مقيم في الصين، عامل هذا المصنع من سنوات وبيشتغل بهذا البرودكت. عندهم لاين كتير كبير، راح اعملكم فيديو جاي من عندهم من الشوروم. بس عندهم تشكيل كتير كبيره واسعارهم ممتازه، كواليتي عاليه جدا. يعني احنا على المستوى الشخصي عائلتي عم تستخدم هذا المنتج، وعائلته بتستخدم هذا المنتج، واغلب مبيعات بصراحه ما شاء الله عندهم مبيعات ضخمه طبعا بالطريقه التجاريه. لكن بطريقه الدروب شيبينج امبارح كنا مجتمعين وقررنا انه ان شاء الله نبلش نشتغل في دكتور روشيل، ننزل كل التشكيله تبعتهم عندنا، نساعد الشباب الدروب شيبرز المرتبين اللي زيكم يبلشوا يقدروا يعملوا مصاري. كنا جايين الله يكرمكم عشان نعمل مصاري، مش حدا جاي عشان يتفرج ويروح. صحيح، بما انك جاي عم تتفرج وقاعد بتعمل جوله في الفيديوهات، يا اخي اخبط لك خبطه سبسكرايب لايك شير، عرفت اي شيء يعني. ما وصلناش مليون ايه، تمام. نرجع بنذكر في الاسم دكتور روشيل. طبعا الباكينج احترافي جدا، الكتابه بالانجليزي بالعربي، يعني الامور سهله مع باركود، يعني كل شيء مرتب. وبنرجع بنحكي منتج خفيف، دروب شيبينج طياره. راح يكون في عندنا شويه فيديوهات عن منتجات اكثر، شوفوا في الرابط الاسعار وشوفوا في الرابط كل التفاصيل اللي بتخص دكتور روشيل. تذكروا هذا الاسم، راح نعمل فيديوهات كثير. تنسوناش اهم شيء من دعواتكم وشيراتكم ولايكاتكم وتعليقاتكم وسبسكرايباتكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلامات، عارف الصين.